لأول مرة منذ أكثر من عقدين حزب العمال البريطاني في الصدارة متخطياً حزب المحافظين، فوفق استطلاعات الرأي يتقدم العمال بفارق 33 نقطة على حزب المحافظين. والسبب الرئيسي وراء تراجع شعبية الأخير الأزمة الاقتصادية والمالية جراء الخطة التي تتبعها رئيسة الحكومة ليز تراس لمواجهة ارتفاع فواتير الطاقة، خطة ارتكزت بشكل رئيسي على خفض الضرائب وتسببت في اضطراب كبير في الأسواق وتراجع قيمة الجنيه الاسترليني أمام الدولار وارتفاع معدلات الفائدة أيضا. هل يدفع حزب المحافظين ثمن تداعيات الخطة الاقتصادية لحكومة تراس؟ ضيفنا من لندن الكاتب الصحفي فؤاد عبد الرازق. أستاذ فؤاد، أهلا وسهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. ما الذي يقرأ بداية من هذا التقدم غير المسبوق لحزب العمال البريطاني في استطلاعات الرأي الأخيرة، والذي يحصل كما تابعنا منذ يعني للمرة الأولى منذ نهاية التسعينيات إن لم أكن مخطئة؟ نعم، مرحبا بحضرتك. أولا بالفعل هذه فرصة قدمت على طبق من ذهب لحزب العمال المعارض ولزعيمه الذي يتباهى الآن بأن حزبه يعني في الصدارة وهذا الفارق الكبير غير المسبوق منذ أكثر من عقدين من الزمان كما أشرت حضرتك. في الواقع هذه فرصة اغتنمها حزب العمال كي يطعن في حزب المحافظين، بل وإننا بدأنا نسمع دعوات لطرح ثقة عن الحكومة الجديدة، وحتى الأصوات هذه تأتي من داخل حزب المحافظين نفسه فضلا عن حزب العمال. الفرصة التي جاءت نتيجة السياسة الاقتصادية وما يسمى بالميني بادجت، الميزانية المصغرة التي أعلنها وزير المالية الجديد. وضح أنه خطة خطى اقتصادية غير مدروسة بالكامل ولم يكن لها أي نوع من التفاصيل الدقيقة أو ما يسمى بالفوركاست بمعنى أثرها المستقبلي على هذه الأمور. أولا بدأ بموضوع كما نعرف موضوع خفض الضرائب بما كان لصالح الأغنياء على حساب الفقراء، هذا ما تنفيه يعني ليز تراس، ولكن هذا هو واقع الأمر وهي غير محظورة على الإطلاق ولم تعش يوما واحدا مما يسمى أحيانا بشهر العسل. هي لم تشهد أي شهر عسل في هذه المهمة المضنية التي بدأت معها، وكانت تعزو طول الوقت المشكلات إلى الأزمة الاقتصادية العالمية ودائما ما تشير إلى الحرب الأوكرانية. هو حقيقة أستاذ فؤاد كل ذلك أثر بشكل أو بآخر ليس فقط على بريطانيا إنما على كل المحيط الأوروبي، لكن يبقى التساؤل الأكبر، هل حقيقة هي فقط التدابير الضريبية لحكومة تراس من أتت بهذه النتيجة؟ ما في أسباب أخرى؟ الأسباب كثيرة. هو الخطة في حد ذاتها لقيت هجوما من أول يوم، درجة التشكيك في يعني التوجه الذي انتهجه وزير المالية الجديد هذا أمر زائد. السياسات الأخرى هي محاطة بالكثير من المشكلات التي يتعين عليها حلها، فضلا عن الوضع أسعار الطاقة، معيشة، الضرائب، الإضرابات، كل هذه أحيط بها مرة واحدة، ليس هناك أي متنفس. فما قدمته خلافا لما كان يعرضه ريشي سوناك وزير المالية السابق الذي يرى الكثيرون أن خطته كانت أكثر حكمة وأنها تعمل على المستوى البعيد، بحيث يعني الآن يصل الجنيه الاسترليني مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 40 عاما. هذه مؤشر خطير جدا. تدخل صندوق النقد الدولي في ظاهرة هي الأولى من نوعها بالنسبة لبريطانيا، هذه يعتبرونها فضيحة كبرى أن تندرج بريطانيا تحت ما يسمى بين قوسين وصاية صندوق النقد الدولي، وأن هذه الخطة غير مريحة وأنها يعني ضد
الفقراء وتجعل القوة تتسع بين الأغنياء والفقراء. هذا مشهد لم نشهده من قبل، عادة نسمع صندوق صحيح. النقد الدولي مع الدول النامية الدول الفقيرة، ولكن تدخله هذا المرة مع دولة عظمى مثل بريطانيا كانت تمثل اقتصادا قويا. فمن هنا هي يعني دخلت إلى يعني منحدر زلق بالنسبة لها، وهذا ما يستغله حزب العمال، بحيث لو جرت انتخابات مثلا يقول البعض اليوم سوف حزب المحافظين يخسر هذه الانتخابات، وليس هناك تفاؤل كبير بأن يمكن لستراس أن تمضي بالحزب إلى الفوز في غضون عامين الانتخابات القادمة، وهنا تعد العدة لهذا. المشكل أيضا أن الأصوات المعارضة تأتي من داخل حزبها ليس فقط من لا لا حزب حتى من قرأ هذه الاستطلاعات أستاذ فؤاد، فقط للإشارة إلى هذه النقطة، يقول أنه تردد 26% من ناخبي حزب المحافظين نفسهم، وانخفاض نوايا التصويت لحزب الديمقراطيين الليبراليين ساهم بشكل كبير في الوصول إلى هذه النتيجة، إلى هذا التقدم أيضا. وبالتالي كما ذكرت على ما يبدو يعني في عدم خلينا نقول قبول من قبل المحافظين أنفسهم لهذه السياسة. هذا صحيح، لدرجة أن ما كنا نسمعه قبل قليل أيام بوريس جونسون عن موضوع لجنة 1922 بدأ يظهر الاستراس، يعني مسكينة هي لم تمض عليها عدة أسابيع فقط، فهي محصنة بالمادة من القانون أنه لا يمكن يعني طرح الثقة عنها في غضون العام الأول من رئاستها للوزراء، ولكن هذه الأمور يمكن تغييرها، واللوائح الداخلية دائما تتغير. لا ننسى أن بوريس جونسون قد فاز بالثقة ولكنه بعد ذلك أسقط في يديه، واللجنة وصلت إلى العدد المطلوب لإزاحته وعدم الثقة به، ولكن حتى الفوز بالثقة لا يعني أنها يمكن أن تستمر. يعني الأداء واضح أنه أداء ضعيف، الخطة هي أملتها على وزير الخزانة، يعني قدرت أن ترضي فئات معينة بنظرية أن الأغنياء إذا ما اغتنوا فيمكن أن يعود ذلك على الفقراء، ويمكن أن يفتح باب الاستثمار وأن يشجع العالم الخارجي على الاستثمار، ولكن مع وصول الجنيه أيضا إلى أدنى مستوى له لا يمكن أن يتحقق هذا. المشكلة في مستقبل الاقتصاد البريطاني هي أيضا تتعلل بأشياء يعني مثل ما قلت الحرب الأوكرانية كل يتعلل بها، يعني وهي أيضا من الورقات التي تتحدث عنها بأنها ستستمر في موالاة أوكرانيا وأن هذه السياسة ثابتة في بريطانيا تتعلق يعني أنت توافق أستاذ فؤاد أنه حزب المحافظين سيدفع ثمن تداعيات هذه السياسة اللي اعتمدتها ليستراس، يرافقها أيضا على ما يبدو تبني كير ستارمر توجها أكثر اعتدالا أيضا جيريمي كوربن، حتى يقول البعض أنه يبدو مقبولا أكثر أيضا من قبل حزب العمال. هذا بالفعل ما حدث أستاذة، لأن هناك عناصر أصلا كانت تقبل حزب العمال، الآن بدأ التمييل، كبار رجال أعمال بدأوا يميلون إلى زعيم حزب العمال، وحزب العمال لم يتوقعون انتصاره، فهم يريدون أن يراهنوا على الحصان الفائز وليس على الحصان المشكوك في فوزه في الانتخابات القادمة. حديثه أيضا في حزب العمال وإدانته للمعاهدات السامية هذه أيضا تعزز من فرصه ولو بطريقة غير مباشرة في أنه يمكن أن يفوز في الانتخابات وبفارق كبير يعني في الانتخابات القادمة. فليس أنا فقط الذي يرى هذا، ولكن الكثير من الآراء واستطلاعات الآراء وكله يشير إلى هذه الزاوية، فهي تحتاج إلى معجزة. الخطة هذه أيضا يعني حكم عليها بالفشل قبل أن تبدأ، يجب أن تعطى فرصة، ولكن يعني لست أدري إذا لكن بانتظار إن كان سيحصل ذلك أستاذ فؤاد، ما الذي ينتظر الاقتصاد البريطاني؟ سمعنا أن الشهور المقبلة ستكون قاسية جدا. هو يتوقعون يعني شتاء قارسا، يعني حتى غدا تبدأ الأسعار صارت في الارتفاع مرة أخرى مع محاولات الحكومة بأنها تضع حد أقصى لهذه الأسعار، فيعني يجب أن ننتظر كثيرا حتى نرى يعني كيف ستسير الأمور، ولكن متوقع شتاء قارس، شتاء أيضا الأغنياء فيها يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا، شتاء معاناة من الأسعار، شتاء غضب الشعب في كثير من الأماكن، وربما نشأ
تشهد عودة إلى الإضرابات أيضا، وهذه تضر كثيرا أيضا بالاقتصاد وبحياة الناس. انخفاض سعر الجنيه هذا أيضا أمر مؤرق، وكما قلت تدخل صندوق النقد الدولي وأيضا تدخل البنك المركزي أيضا في دعم شراء السندات، هذا أمر أيضا يعني سيؤدي تأثر كثيرا حتى على القروض التي اقترضتها الحكومة يعني تنفيذ هذه الخطة. شكرا جزيلا لقراءة الكاتب الصحفي فؤاد عبد الرازق، كان معنا من لندن.